السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل اي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. وزارة النقل تحدد نسب انجاز ميناء الفا وتفاصيل مشروع القناة الجافة. اعلنت وزارة النقل عن تفاصيل مشروع القناة الجافة فيما حددت نسب انجاز ميناء الفا الكبير. وقال اعلام وزارة النقل ان مشروع القناة الجافة هو الخط البري الدولي الذي يربط جنوب العراق بشماله، حيث ان الموانئ العراقية المتمثلة بوزارة النقل ترغب بربط ميناء الفا هذه القناة حتى تستطيع أن تنقل البضائع الواصلة من الهند وشرق آسيا والخليج العربي، والتي تضع بضائعها داخل ميناء الفاو الكبير لنقلها إلى شمال العراق ومن ثم إلى تركيا وبعدها إلى المخزن الأوروبي في ألمانيا. وأضاف أن الشركة المسؤولة تسعى لإنجاز الطرق الداخلية، حيث بلغ الإنجاز الآن في نفق المخمور أو نفق الحرير إلى أكثر من 75%، أي إلى مرحلة الصب، مشيرا إلى أن هذا النفق يعتبر هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يربط الفاو الكبير بأم قصر ومنها إلى الخط الدولي أو الخط السريع الواصل إلى شمال العراق. وأشار إلى أن مشروع الفاو الكبير هو من المشاريع التي وقعت عقودها مع وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق وبدأت بالتنفيذ، والآن وصل إلى مراحل متقدمة بالإنجاز. وأكدت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق في وقت سابق أن المشاريع المدرجة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير ستوفر بين 15 إلى 10,000 فرصة عمل للعاطلين عن العمل. بيان لوزارة النقل بشأن تغيير العناوين الوظيفية لمنتسبيها. تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعض المناشدات الخاصة بتغيير العناوين الوظيفية لمنتسبي وزارة النقل وتشكيلاتها. فقد وجه معالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بتشكيل لجنة خاصة للغرض المذكور، وحرصا منا على ترسيخ مبدأ الشفافية في عملنا بما يخدم موظفينا، وكذلك من باب انفتاحنا على وسائل الإعلام وما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي خدمة للصالح العام الذي نعمل عليه مع المخلصين من أبناء وطننا الغيارة. نود أن نبين الآتي: تم تشكيل لجنة لتغيير العناوين الوظيفية برئاستنا بموجب الأمر الوزاري ذي العدد 9560 على 1812 في 4/3/2021، وقد أنجزت هذه اللجنة قرابة 200 محضر، وكل هذه المحاضر يتضمن عدد من أسماء الموظفين المشمولين، حيث بلغ عددهم للفترة من 4/3/2021 ولغاية 17/10/2021 2087 موظفا من مركز الوزارة وتشكيلاتها الأستاذ أحمد خلف بنيان مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة النقل بغداد 17 تشرين الأول 2021.